عزز البرسا صدارته للدور الإسباني عقب الفوز على مضيفه إيبار بصعوبة بهدفين مقابل لا شيء في المرحلة 24 من المسابقة. وجاء انتصار برشلونة بفضل هدفي الأوروغوياني سواريز وجوردي ألبا، علما أن إيبار عانى من النقص العددي جراء طرد التشيلي أورلانا لتلقيه إنذار أصفر ثان في الدقيقة 66. وحسم فريق أتلتيكو مدريد مباراته المهمة أمام ضيفه أتلتيكو بلباو بهدفين دون رد، وجاء فوز أتلتيكو مدريد بصعوبة بالغة أيضا بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف. وسجل البديل الفرنسي جاميرو هدف أتلتيكو مدريد الأول قبل أن يضيف دييغو كوستا الثاني قبل النهاية بعشر دقائق، ليرتفع رصيده إلى 55 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة. وهرب ريال مدريد بالنقاط الثلاث من أرض ريال بيتيس بعد الفوز عليه 5-3. تناوب على تسجيل الأهداف لصالح ريال مدريد كل من أسنسيو بهدفين وراموس والبرتغالي كريستيانو والفرنسي بنزيما، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن فالنسيا الثالث مع وجود مباراة أقل للمرينجي. وفي مباراة أخرى سقط فياريال في فخ التعادل مع مضيف إسبانيول بهدف لهدف، لتتضاءل حظوظه في احتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.